بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، هذه رسالة لكل من يشكك بمعراج النبي عليه الصلاة والسلام. نحن الآن نعيش في هذه الأيام المباركة من شهر رجب التي تصادف ذكرى أو يوم إسراء النبي ومعراجه إلى السماء السابعة. أنا لدي سؤال واحد فقط أريد من كل من يقتنع بأن النبي لم يعرج إلى السماء، كل من صدق هذه الشبهة، لدي سؤال واحد: ماذا استفدت عندما كذبت بمعجزة معراج النبي صلى الله عليه وسلم؟ والسؤال أنا أريدك أنت أن تجيب عليه بينك وبين نفسك. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه الله في رحلة كونية إلى السماء السابعة، رأى ملكوت السماوات والأرض، وذهب في رحلة هي الإسراء أيضا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ورأى من آيات ربه الكبرى كما قال الله تعالى في سورة النجم: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وأقام الحجة على المشككين، قال لهم: أفتمارونه على ما يرى؟ أتشككون فيما يرى؟ تجحدون؟ لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ثم قال: ما زاغ البصر وما طغى. وقال أيضا: ما كذب الفؤاد ما رأى. يعني آيات كثيرة كلها تقول لك لا فائدة من إنكار هذه المعجزة. هو سؤال بسيط فقط: ماذا استفدت أخي الحبيب عندما أنكرت أن النبي ذهب إلى السماء؟ فقط لأن العقل يرفض ذلك؟ طيب في القرآن نفسه الله تبارك وتعالى قال عن سيدنا إبراهيم: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. طيب الآن أنا بعض الناس يظن أن سيدنا إبراهيم جلس ونظر إلى السماء، هذا هو تفسير الآية. طيب أنا الآن إذا نظرت إلى السماء ورأيت 1000 أو 2000 نجم مما يظهر بالعين المجردة، هل هذه رؤية لملكوت السماوات والأرض؟ السماوات عددها 7 ونحن لا نرى إلا السماء الدنيا. إذن قد يكون سيدنا إبراهيم ذهب في رحلة كونية ليجعله الله من الموقنين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات، السماوات 7 بالجمع، والأرض. طيب كيف رأى ملكوت الأرض؟ إذن لابد أنه ذهب مسافات طويلة. القرآن لم يفصل لنا رحلة الملكوت لسيدنا إبراهيم عليه السلام، لم يفصل، ولكن تحدث بكلام موجز وبليغ. قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إذن هدف الرحلة الكونية للأنبياء زيادة اليقين. طيب بعد أن ذهب سيدنا إبراهيم في هذه الرحلة، والتي لا نعلم كيف ذهب فيها وكيف رأى الملكوت، ولكن نحن نحاول أن نتصور ما الذي حدث، تم تدوين هذه الحادثة؟ لأن الإنسان منذ القديم، منذ آلاف السنين، كان يدون، سواء بالرسومات، بالكلام، بالنقوش على الجدران، على الرقم التاريخية، على الحجارة، كل ما هو متاح يعني. هذه الحادثة ذكرت وتم تشويهها عبر آلاف السنين حتى وصلتنا على شكل أسطورة. يعني اليوم علماء الآثار يتحدثون عن أسطورة شخص صعد إلى السماء على طائر مثلا. طيب هذه الأسطورة التي يسمونها أسطورة، أليس لها أساس؟ نحن نعلم أن كل الأساطير لها أساس ويتم تحريفها، وبالتالي يعني مثلا سيدنا لوط عليه السلام كان رجل صالح ويرفض الفاحشة. عندما كتب الناس عنه كتبوا الحقيقة في البداية، هذه الحقيقة تم تحريفها حتى وصلت إلى الكتاب المقدس الحالي، يتهمونه بالفاحشة.
يعني هو رجل طاهر، وصفه القرآن بأنه طاهر، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. تحولت هذه الحقيقة إلى أنه ارتكب الفاحشة والعياذ بالله. وبالتالي نحن لدينا حقائق موجودة عبر التاريخ ولكن مشوهة، القرآن صححها. هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون إن المعراج أسطورة ذكر في الحضارة الفلانية والحضارة الفلانية وما بين النهرين وكذا وكذا، وبالتالي جاء بعض العرب وأخذوا هذه الأسطورة ونسبوها للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا؟ يعني أنت الآن تفكر بهذا المنطق، أنا أريد أن أفكر بمنطق آخر. لماذا لا نقول إن الأنبياء أعطاهم الله معجزات وكانوا يذهبون في رحلات كونية والله قادر على كل شيء؟ أعطى سيدنا المسيح معجزة إحياء الموتى. اليوم لو اجتمع العالم كله وأطباء العالم لا يستطيعون أن يعيدوا الحياة لإنسان ميت. إذن معجزة عيسى عليه السلام إحياء الموتى خارج المنطق العقلي. اليوم عندما شق البحر تحول البحر إلى طريق يابس، طيب هذه معجزة أنا بنظري أغرب من موضوع المعراج، لأن اليوم الصواريخ تخرج خارج الفضاء إلى القمر إلى كذا، يعني هناك إمكانية لتحقيق شيء من هذا المعراج ولو قليلا، أما ليس هناك إمكانية أن تحول الماء إلى تراب إلى يابس، فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخاف دركا ولا تخشى. هذه معجزة موسى عليه السلام، معجزة إحياء الموتى لسيدنا إبراهيم عندما قطع الطيور ووضعها على الجبال وجاءت تسعى أحياها الله. طيب هنا أخي الحبيب المنطق العقلي لا نستطيع أن نطبقه على معجزات الأنبياء لأن عقولنا محدودة، فأنا أريدك أن تفكر بطريقة مختلفة. يعني بدلا من أن تقول هناك أسطورة أن هناك أشخاص ذهبوا إلى السماء ورأوا كذا وكذا وكذا، أسطورة مشوهة، وجاء العرب نسبوها للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا كذا كذا أنه ذهب في المعراج وصدقها المسلمون. أنا أريدك أن تفكر بطريقة أخرى وهي منطقية وعلمية، أن بعض الأنبياء ذهبوا في رحلة المعراج من قبل، والقرآن لا ينكر معجزات الأنبياء السابقين، هو تحدث عن رؤية إبراهيم للملكوت وتحدث عن رفع عيسى عليه السلام وتحدث عن شق البحر وتحدث عن تحول عصا إلى ثعبان مبين، يعني شيء غريب جدا موجود في القرآن، معجزة العصا عندما انقلبت إلى ثعبان فإذا هي حية تسعى. طيب هذه الحقائق التاريخية تم تدوينها وتشويهها وتحريفها عبر التاريخ، فأصبح بعض الناس ينظرون إليها على أنها أساطير. طيب لماذا لا نقول إن هذه الأساطير هي كانت في الأصل أحداث تمت لأنبياء صالحين وتم تشويهها، وجاء القرآن ليصحح هذه المعلومات، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم بنفس العمل الذي قام به الأنبياء، كلهم لهم معجزات، كل الأنبياء لهم معجزات، فأكرمه الله بهذه الرحلة ليثبته، ليزيده يقينا، ليزيده إيمانا، وبخاصة أنه سيحمل أعظم رسالة على الإطلاق، رسالة الإسلام الخاتمة للناس جميعا إلى يوم القيامة، مهمة صعبة جدا. رأيت مقطع فيديو يقول المشكك لا يعقل أن الله يفرض 50 صلاة ثم يخفض العدد إلى 5 صلوات وكأن هناك مساومة، يعني طبعا هذا لم يدرك رحمة الله سبحانه وتعالى. وأسأل السؤال ذاته، أنا عندما أعلم أن الله فرض علي 50 صلاة ومن رحمة هذا النبي أنه توسط عند الله
طلب من ربي أن يخففها إلى 5 صلوات. طيب أنا ألا أشعر برحمة النبي؟ ألا يتطابق هذا الأمر مع قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ طيب الآن أنت أنكرت هذه القضية، ماذا استفدت؟ يعني هل زاد يقينك بالله؟ أنا أريد أن أسألك سؤالا أخي الحبيب، بينك وبين الله، يعني أنت أجب بينك وبين الله، عندما أنكرت معجزة النبي يوم الإسراء والمعراج أو ليلة المعراج، هل ازددت يقينا؟ هل ازددت إيمانا؟ هل أحببت النبي أكثر؟ هل شعرت برحمة النبي؟ هل شعرت برحمة الله؟ ولا شيء من هذا، بالعكس، العكس هو الصحيح. أنا عندما أعلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام ذهب في رحلة إلى السماء السابعة ورأى ربه وفرضت الصلاة لأنها عمود الدين، وأن النبي رحمة بنا خفف هذه الصلاة وإكراما له خففها الله 10 أضعاف، من 50 إلى 5. فإذا أخي الحبيب، ما الذي حققناه عندما أنكرنا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا شيء، مثل الذي أنكر عذاب القبر. طيب ماذا حققت؟ هل زاد خوفك من الله؟ هل زاد خوفك من المعصية؟ أنني إذا عصيت الله أنا أخاف هناك عذاب ينتظرني وهو قريب. ولا شيء، لم تحقق شيئا. طيب هناك بعض الناس أنكر أصلا أن البحر قد شق أمام سيدنا موسى عليه السلام، وبدأ يعطي تفسيرات المد والجزر إلى آخره. طيب يعني لنفرض أنك اقتنعت معه، هل ازددت إيمانا؟ بالعكس أخي الحبيب، المعجزة دائما تشعرك تفتخر بانتمائك لهذا النبي العظيم، أنه صاحب معجزات. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يطلب منك أن تتخذ هذه المعجزة دليلا على صدقه، لا، هي معجزة تضاف لمعجزاته الكثيرة، ولكن الدليل على صدق رسالة الإسلام هو القرآن. القرآن هو الدليل على صدق هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. فأنا إذا أنكرت أن الماء نبع بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، وأنكرت أن الطعام أنه كثر الطعام وكثر اللبن بمعجزات موجودة في الأحاديث الصحيحة، وأنكرت انشقاق القمر، وأنكرت، ما هو هذا حال المشككين؟ لا يقدم لك أي معلومة مفيدة. يعني أنا لم أرى واحدا منهم استنبط معنى جديدا لآية قرآنية، أو خرج بمعجزة قرآنية جديدة، أو أنه قدم لنا تفسيرا جديدا، فقط هو ينقض. هدم. لاحظ أخي الحبيب، هذا الحديث خطأ، لا يوجد عذاب قبر، لا يوجد معراج، لا يوجد شفاعة. قضية الشفاعة أيضا نفس الوضع، هذا تشعرك بالضيق. الله يوسع رحمته وهؤلاء يضيقون. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. فدائما هؤلاء يعملون على الهدم، سواء متعمدين أو غير متعمدين، منهم يعمل هكذا فقط من أجل الشهرة. هدم بعض الأحاديث، هدم المعجزات، هدم. طيب ماذا استفدت أنا؟ يعني أنا لنفرض أنني أريد أن أقتنع معك أنه لا يوجد عذاب قبر، لا يوجد معراج، لا يوجد شفاعة يوم القيامة، ولا يوجد يعني الأحاديث التي أنكروها ألغينا هذه الأحاديث. طيب أنا ماذا حققت كمسلم؟ أنا إنسان مسلم، ماذا حققت من هذا الاعتقاد؟ ولا شيء سوى اليأس والإحباط والتشكيك الذي يقودني في النتيجة ربما إلى الإلحاد. لذلك أحبتي في الله، دائما أي تشكيك في أي حديث نبوي ثق تماما، لا فائدة منه، أقصد الأحاديث الصحيحة، ولا فائدة أبدا.
يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام حياته الخاصة كانت معروضة أمام الناس، ولا يستطيع أي إنسان كشف حياته الخاصة إلا النبي. لماذا؟ لأنه قدوة لنا. أنا أريد أن أعلم كيف كان النبي يتوضأ، يغتسل، يدخل الحمام، كيف كان في بيته، كيف كان طعامه، كيف كيف كيف، لأقتدي به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وبالتالي هذا النبي كان يعني يحمل مسؤولية كبيرة جدا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذا القول لو ألقي على الجبال لتهدمت، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فلا تستغرب أخي الحبيب أن النبي عليه الصلاة والسلام سيحمل هذا الكلام الثقيل التي تعجز الجبال عن حمله، أنه خرج ذهب في رحلة كونية ليرى ملكوت السماوات والأرض وليرى من آيات ربي الكبرى، وليصبح عنده يقين لا يتزعزع. تخيل لو أن النبي ركن إلى المشركين، ما مصيرنا نحن اليوم؟ تخيل لو أن النبي كذب مرة في حياته فقط، تخيل لو أن النبي عليه الصلاة والسلام غش مرة، أو قتل إنسانا ظلما، أو خدع إنسانا ولو مرة، ما مصيرنا؟ سيصبح هذا العمل سنة دائمة، لأن كل كلمة نطق بها وكل حديث وكل فعل وحتى سكوته عليه السلام هو السنة إلى يوم القيامة، قانون. وبالتالي يعني صعب جدا. فلا تستغرب أن الله عز وجل أخذه في رحلة كونية وكرمه وخفف أوقات الصلاة ورأى العذاب. ما الذي يمنع أن يرى عذاب الناس في جهنم الكفار؟ رأى ألوانا من عذاب النار ورأى ألوانا من النعيم أيضا، لأنه يجب أن يكون لديه يقين كامل. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. كيف ثبته الله؟ بمثل هذه المعجزات. ثبته، رأى بعينه، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ونحن نعلم، يعني تحدثنا كثيرا أن ما يسمى بالثقوب الدودية، هذه النظرية إذا تمكن أحد من تطبيق هذه النظرية يستطيع أن يقطع الكون كله في ثانية واحدة، لا يحتاج إلى زمن، ما يسمى بنظرية الثقوب الدودية. طيب، إذن علميا شيء غير مستغرب أن إنسان يقطع تريليونات الكيلومترات ومليارات السنوات الضوئية في ثانية واحدة، هذا علميا وارد. الشيء الثاني، إذا سار الإنسان بسرعة أعلى بكثير من سرعة الضوء يمكن أن يرى الماضي ويرى المستقبل، يعني علميا غير يعني مستحيل أنك ترى الماضي أو ترى المستقبل حتى. والنبي عليه الصلاة والسلام خرج خارج الأرض، إذن هناك قوانين أخرى تحكم السماوات غير القوانين على الأرض. فما الذي يمنع أن يرى المستقبل ويرى عذاب بعض الكفار ويرى النعيم ويرى ويرى ما الذي يمنع؟ ولا شيء. هذا إله عظيم لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء أخي الحبيب. لذلك يعني رسالتي لكل أخ فاضل، إياك أن تشكك، إياك أن تجري وراء المشككين، لن تستفيد شيئا وستواجه مصيرك منفردا أمام الله. الموت يأتيك منفردا، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وستنزل إلى قبرك وحيدا، لن ينزل معك أحد، وستحاسب وحيدا وستعذب وحيدا إن كنت تشكك،
وستبعث وحيدا وستلقى الله وحيدا ويأتينا فردا، كل واحد يأتي. لذلك أنا أخاف بالنسبة لي، أنا بالنسبة لي لا أشكك، مدام المعجزة هذه لا تطعم بالنبي، يعني هل هي تنتقص من النبي إذا قلنا أن النبي ذهب في رحلة المعراج؟ هل هذا انتقاص لهم؟ ولا تناقض مع القرآن، هم طلبوا منه أن يرقى في السماء ولكن بشرط أن ينظروا إليه وهو يرقى وينزل، هم طلبوا معجزة يرونها أمامهم، لذلك لم يطلبوا معجزة المعراج، لا، هم طلبوا أن يروه يصعد وينزل، وقالوا ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. إذن أخي الحبيب لا داعي للتشكيك، الحياة قصيرة، لن تستفيد شيئا ولن تبني شيئا ولن يزداد إيمانك أبدا. الذين أنكروا عذاب القبر، هل زاد إيمانهم؟ هل زاد التزامهم؟ هل زاد حبك لله؟ هل زاد حبك للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ولا شيء أبدا. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.